خلونا نرجع ونكمل معاكم باقي فقراتنا أو بداية فقراتنا الفعلية في صباح الخير يا مصر، لكن نروح نصبح الأول على زميلتنا لمياء. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك أحمد. صباح الخير عليك يا جمانة. صباح الخير يا لمياء. لمياء، عندك ذكريات يوم الجمعة تحديدا في لمة العيلة؟ طبعا، أنت رجعتني سنين طويلة قوي لورا. كانت جدتي والدة والدتي هي اللي كانت دايما تلمنا وتجمعنا، خصوصا يوم الجمعة ده بعد الصلاة لازم كل البيت يبقى مليان، ما تعرفش تتحرك فيه كتير. انا فاكرة بس اهم حاجة انه الضحكة هناك او الخبر الحلو هناك بيبقى فرح. صحيح. كلنا بنفرح، ولو في حاجة تزعل بتلاقيها بقت صغيرة قوي عشان تحس انها اتكسرت، اتقسمت علينا كلنا، في اللي بيطبطب وفي اللي بيفكر في حل وفي اللي بيقول كلمتين حلوين، يعني اللمه حلوه قوي. ونلعب كوتشينا ونلعب شطرنج، ودايما كنت بخسر فيها. لا، كانت ايام حلوه قوي، بس للاسف زي ما قلتوا من شويه التكنولوجيا والغربه والشغل لهت الناس عن حاجات كتيره قوي بتحزننا دلوقتي ان احنا مش قادرين نعمل ده للاسف. يعني بس الترابط الاسري يعني حاجه مهمه لازم جدا تكون موجوده. جدا جدا. بصبح عليكم مره تانية، وكمان عايز اصبح على مشاهدينا عشان نتعرف مع بعض على متوسط اسعار صرف العملات الرسميه. الدولار الامريكي سعر البيع 19.44 والشراء 19.37، اليورو سعر البيع 19.42 والشراء 19.34، الجنيه الاسترليني سعر البيع فيه 22.33 والشراء 22.23، الفرنك السويسري سعر البيع فيه 20.30 والشراء 20.21، اليوان الصيني سعر البيع فيه 2.78 والشراء 2.77، ريال سعودي سعر البيع فيه 5.17 والشراء 5.15، دينار كويتي سعر البيع 62.94 والشراء 62.67، وأخيرا الدرهم الإماراتي سعر البيع فيه 5.29 جنيه والشراء 5.27 جنيه. ودلوقتي نروح نشوف أسعار الذهب النهاردة. عيار 18 سعر السوق النهاردة 953 جنيه للجرام، عيار 21 سعر السوق 1112 جنيه للجرام، عيار 24 سعر السوق 1271 جنيه، وأخيرا الجنيه الذهب سعر السوق فيه 8896. ودلوقتي نروح لأحمد وجمانة نكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا.